يا ولي ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. في هذا الجو المملوء برائحة البخور يا إخوتي الصاعد إلى العلو يحمل معاه خطايا الشعب، صلوات، طلبات من أجل نياحة. رائحة بخور تملأ المكان حب، تملأ المكان رجاء، تملأ المكان إيمان فرح. هذه الرائحة الزكية هي رائحة المسيح، المسيح الذبيح على عود الصليب، صليب الفخر، صليب الانتصار. زي ما سمعنا حضراتكم في البولس في الساعة السادسة وآية كلنا حافظينها، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. قديس بولس الفريسي اليهودي الجنس عندما عاش الصليب قال الواحد يقدر يفتخر بإيه أكثر من صليب ربنا؟ صليب بقى فخر، بقى له مكانة في القلوب. للي يحس بالصليب وعاش الصليب مكانة كبيرة يحطه في قلبه كده ويحفظه ويسلمه لأولاده، يقول له خلي بالك الصليب مهم في حياتنا، من غير الصليب يا حبيبي كنا زماننا كلنا هلكنا، من غير الصليب زي ما قلنا امبارح كنا كل واحد فينا بيجيب ابنه البكر كده ويذبحه، لأن كانت هي دي الدم اللي كان ممكن يفدي الإنسان، وحتى برضه ما كانش هيفدي الإنسان ولا حاجة. أهمية الصليب الآباء كلهم اتكلموا عنه. قديس يوحنا ذبيح الفم يقول عن الصليب: الصليب هدم العداوة بين الله والناس، الصليب قتل الخطية وأبطل سلطان الموت. يقول كده: بالصليب انكسرت كل قوة الشيطان على الإنسان، كل قوة الشيطان على الإنسان انكسرت بسبب الصليب. علشان كده يا إخواتي الصليب فتح الفردوس زي ما شفنا النهاردة للص اليمين، مش للص اليمين بس، لا ده للجنس البشري كله. أي واحد النهاردة يقول اذكرني يا رب ماذا جئت في ملكوتك، والمسيح على الصليب، أكيد المسيح هيذكرنا في ملكوته. لو رشمت الصليب على ذاتك الشياطين ترتعب وما تقدرش ابدا انها تاذيك. ايضا يقول القديس يوحنا ذبيح الفم: زي ما الانسان يرتعب قديما لما يشوف المقصله اللي بيعدموا بيها الناس، هكذا الشيطان يرتعب من هذه الاله الصليب الخشبه، لان هي دي الوسيله اللي الشيطان انكسر بيها. يعني أنا عايز كل واحد كل ما يرشم الصليب يفتكر قوة الصليب ومجد الرب له كل مجد عندما أعلقه على خشب. علشان كده برضو أيضا القديس يوحنا ذبيح الفم هو أكتر واحد اتكلم على الصليب من الآباء، يقول: لا تخجل من إشارة الصليب، ما تخجلش أبدا من إشارة الصليب، لإلا، شوفوا الكلمة الصعبة، لإلا يخجل منك المسيح في مجيئه الثاني. أيضا بالصليب يا إخوتي بنعرف أعضاء المسيح الواحد. يعني لما نيجي نمشي في أي مكان نشوف واحد بيرشم الصليب نعرف إن هو ده إنسان معانا في الجسد الواحد. إذا بقى جسد المسيح كله عبارة عن صليب. أي مكان نلاقي عليه صليب تعرف إنه يخص المسيحيين، أي مكان تلاقي عليه صليب تعرف إنه يخص المسيحيين. ولما بنقصد الصليب مش بنقصد مجرد خشبة أو خشبتين، لأ، لكن بنقصد المسيح اللي اتعلق على الصليب. عشان كده الكنيسة الأرثوذكسية الجميلة بتاعتنا تحب الصلبان اللي عليها المسيح مصلوب، وإذا كان في بعض الكنائس الأخرى تقول لا احنا عايزين صليب كده بس فاضي. ليه فاضي؟ ده الصليب قيمته لما المسيح اتصلب عليه. لكن المسيح قام. أيوة يا حبيبي، مو عشان قام يبقى كان لازم الصلب، عشان يقوم كان لازم الصلب. نفتخر بالصليب، ننحني للصليب، نسجد للصليب، ليس أمام خشبة ولكن للذي علق على خشب اليوم. زي ما قلت حاشا لي
أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. من قدر أهمية الصليب في حياة المسيحيين، الكنيسة في بداية القرون الأولى وبعد اكتشاف الصليب مع الملكة هيلانا، ودي قصة كبيرة بس طبعا مفيش وقت ليها النهاردة، بنحكيها مرة في عيد الصليب. فعملوا اكتشاف الصليب ده 10 برمهات، عملوا له عيد، بس لقوا ان 10 برمهات ده اكتشاف الصليب بيجي في الصيام. قال لك لا، احنا مش بناخد راحتنا في ان احنا نمجد الصليب، رغم ان احنا بنمجده في الجمعة العظيمة كله. فقالوا لا، احنا نعمل له عيد تاني. فراحوا عملوا 3 ايام تاني. شوف بس انا عايز اوريك ايه الكنيسة قد ايه حطت قدام عينينا الصليب ده انه حاجة مهمة، حاجة مهمة للأبدية. ولأن الصليب كان مرسوم في فكر الله قبل تأسيس العالم ومن أيام آدم، فضل ربنا يعلن على الصليب. عشان كده أنا بصراحة النهاردة يعني كل جمعة عظيمة بنتكلم في آلام المسيح، في مزامير الآلام، في اللي حول المسيح والتعب، يعني حاجات تتملي بتبقى كده إيه شوية يعني مؤثرة. بس أنا قلت النهاردة يعني خلينا إيه بلاش، لأن الواحد يعني الألحان لوحديها والأخبار يعني بتيجي كده صعبة. فقلت نغير، نتكلم في قصص كده، حواديت، نحكي مع بعض قصص يمكن كلنا عارفينها لكن هنطلع منها تأملات على الصليب. النهاردة العظة ممكن تاخد، ما تتخضوش يعني، ممكن تاخد 2 3 ساعات، وممكن تاخد نص ساعة أو ساعة إلا ربع، أو على حسب ما ليكم كده إيه تململتوا منها يعني. يعني إيه؟ يعني النهاردة على حسب حريتكم، إحنا مع بعض يعني، لأن الموضوع كبير جدا. أنا بشوقكم ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم إن المسيح ربنا على كل مجد بين أهمية الصليب منذ الخلقة، منذ بداية الخلقة، لمعرفته المسبقة على اللي هيحصل، مرة بالرمز، مرة بالشبه، مرة بالتمثيل، تمثيل. وزي ما اتفقنا ان احنا السنة دي تملي بنحاول نجيب الكتاب المقدس ونحاول نفتحه كده ونطلع ونكتشفه. فاحنا عايزين النهاردة نطلع الصليب في العهد القديم. يا نهار ابيض، ايوه عرفنا ابونا ليه هيقعد 3 4 ساعات. لا مش كله، صدقوني لو كل سفر في الكتاب المقدس، بل اقدر اقول كل صفحة في الكتاب المقدس بتتكلم على الصليب. عشان كده الموضوع مش هيخلص. ده ايه؟ ده اللي احنا اكتشفناه. ده ممكن يجوا اباء يكتشفوا اكتر واكتر واكتر، وكل ما التأملات تكتر تبص تلاقي الصليب ده واضح جدا في العهد القديم. وكل ما يقترب العهد القديم من انتهائه يظهر الصليب أكتر وأكتر، حتى أن ظهر الحقيقة في يوم الجمعة العظيمة. عشان كده أنا كنت ما بين نارين، أتكلم هذه العظة في عيد صليب مرة ولا أتكلم عليها النهاردة. لقيت النهاردة لا، يوم مثالي علشان نكتشف الصليب. تعالوا كده نكتشفه مع بعض وناخد جولة كده على حسب ما نقدر، أيهما أقرب، الوقت يخلص أو أنتوا تململوا مني. 4:10. أول سفر في الكتاب المقدس سفر التكوين. أول ما ربنا خلق آدم يقول الكتاب أوقع على آدم إيه؟ سبات. أنا عايزك صح بقى نتكلم بقى نحكي بقى نحكي. سبات، سبات يعني إيه؟ نوم، يعني نام. آدم نام في الفردوس أو في الجنة، وهو نايم ربنا أخذ منه إيه؟ ها؟ ضلع، وعمل بيها مين؟ حواء. إيه المنظر ده؟ منظر الصليب. أول حاجة في الكتاب المقدس إزاي منظر الصليب؟ أقول لكم. إذا كان آدم الأول نام في الفردوس وطلع منه حواء، يقول لك من إيه؟ من إيه؟ ها؟ أيوه خليكم معايا، من إيه؟ من جنبه. آدم الثاني نام على إيه؟ على الصليب بالآلام، وخرج منه مين؟ حواء. منين؟ من جنبه، الكنيسة، أم كل حي. نفس المنظر، ربنا لما تعلق على الصليب يقولك اتضرب في جنبه بالحربة، نزل من جنب المسيح إيه؟ دم وإيه؟ ومية.
أهم سرين في الكنيسة، سر المعمودية وسر الإفخارستية. ماء المعمودية، الدم، دم المسيح. الاثنين أخذناهم منين يا إخواتي؟ من ثمرة جنب الصليب الحربة. سمعت حاجة قريبة الدكاترة يقولوا لي، أنا معرفش، لكن لما المسيح ضرب بالحربة وصلت لحد القلب. الكلام ده معرفش يعني، أنا سمعت حاجة زي كده، ها، وصلت لحد القلب أو الرئة حاجة زي كده. القلب، القلب ده منبع كل الإيه، الفيلينج الحلو المعزي. المعمودية ننزل ثلاث مرات نطلع قائمين مع المسيح الحي، وكأننا بنموت مع المسيح بالصليب في المعمودية علشان نخرج منها، ها، حاملين صليب. والدم ربنا أخذنا أيضا دم المسيح وجسد لما تعلق على الصليب. دول الأساس المعمودية. أول نقطة اهي، هنتكلم في حاجات كتير قوي بس افتكروا كده معايا. أول حاجة صليب سر. الإشارة الثانية اللي بيعد يغير العد، في سفر التكوين صحاح 3 آية 2 يقول لك لما ربنا وضع شجرة وضع شجرة إيه؟ اسمها إيه؟ ها؟ الحياة. فين؟ في وسط إيه؟ ها؟ وسط الفردوس، شجرة معرفة الخير والشر. والسبب الشجرة اللي في وسط الفردوس أكل آدم وسقط الجنس البشري كله. الشرح، تعالوا كده نشوف، حافظينها أنتوا عارفينها، تعالوا نرجع مع بعض. شجرة في وسط الجنة، قال إيه؟ شجرة. والصليب إيه؟ شجرة خشبة. كلمة صليب بالقبطي موضحها قوي، يقول إيه؟ شيء أمس. عارفين يعني إيه شيء أمس؟ شجرة الحياة. صليب بالقبطي معناها شجرة الحياة. يمكن بريانة مش واضحة، استفروز مش واضحة، القبطي موضحها قوي شجرة الحياة. شجرة سبب في سقوط آدم، شجرة الصليب هي السبب في خلاص آدم. وألذ حاجة، مكان صلب ربنا يسوع المسيح لها كل مجد بالظبط في وسط ايه؟ العالم. بالظبط النهاردة مكان شجرة الصليب او مكان ما المسيح الصلب اللي ربنا اداله وراح القدس يروح تاني، وربنا ما ادالوش يروح بعد الاستئذان يعني، بس انا الاغلبية الاستئذان ممكن يروح ما فيش مشكلة. يقول لك ان المكان اللي فيه شجرة الصليب ده بقى كنيسة القيامة النهاردة في وسط العالم. لو انت المسيح النهاردة تعلق مكان ما تعلق، تخش شمال تخش جنوب، هو في النص، شرق غرب هو في النص. شوف يا حبيبي، المسيح ربنا له كل مجد، الآلة اللي اتصلب عليها وضحها جدا جدا في العهد القديم، والكنيسة بتاعتنا تحفظنا ده بطريقة جميلة في صلاة الأجبية والصلاة اللي احنا قلناها النهاردة في الساعة 6. نقول ايه؟ يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت أو علقت على صليب في وسط الأرض إيه؟ كلها. شوف حضراتكم يمكن تعرفوا أكتر مني صدقوني. من خلال إيه؟ من خلال كنيستنا الحلوة ومن خلال الطقس اللي إحنا بنعمله. تالت نقطة، عد. في سفر التكوين 3:15 لما آدم أخطأ ربنا قال له أضع عداوة بين المرأة وبين الحية، دي مش محتاجينها قوي دلوقتي لكن اللي جايه، ونسل المراه يسحق راس الحي. مين نسل المراه؟ يسوع المسيح اللي اتجسد. يسوع المسيح لما اتجسد ايه اللي خلى الحيه سمها يتكسر؟ الصليب. الصليب يقول لك ايه؟ المسيح له كل مجد، الصلب في حته اسمها ايه؟ الجلجوس او الجمجمه او الجلجلة. ليه سموها كده؟ يقولك في اليهود يقولوا ان المكان ده هي جمجمة مين؟ ادم. وفي بعض الحاجات انا عارف الموضوع ده بس يعني لما جيت حضرت ما عرفتش، كنت قريتها من زمان، يقولك ان جلياط كمان اتدفن في المكان ده، لان جلياط كان رمز للشيطان. اذا المكان ده معروف ان هو رمز الشيطان. المسيح جاي بيقول له النهاردة انا جاي اصلب في المكان بتاعك اللي ادم مدفون فيه، مش انت ضحكت عليه، انا ههزمك وهزمك باقل اله بالصليب. تخيلوا المنظر النهارده، المسيح متعلق وينزل منه الدم ويشربه الارض، ها، اللي فيها الجمجمه بتاعت ادم. يا فرحه ادم النهارده. ادم ده شوفوا، اذا كنا احنا قلبنا بيتقطع قراط،
ادم اي ثينك سو يعني كل ما يجي جمعه عظيمه طبعا ده مجازا يعني. الراجل يقول لك يعني كل اللي انتوا بتعملوه ده بسببي انا. طبعا بسببنا احنا. فرحه قلب ادم النهارده. كل طبعا ادم طبعا في كل الناموسيين وفي كل الكتاب في كل العهد القديم. خلي انت النهارده ادم المسيح يجي في المكان اللي اتدفن فيه ويقول له بنفس المكان وبنفس الاله. ايضا المسيح في ملء الزمان صلب على الصليب. يقول لك في ملء الزمان ونزل منه دم علشان يقول نسل المرأة يسحق رأس الحية. النهاردة يسحق رأسها. عشان كده في الأيقونة القبطية فيها حاجتين تحت الصليب. رقم واحد يحط لنا جمجمة آدم، التقليد اليهودي بيقول كده. رقم اتنين يزود الفنان القبطي ويحط لنا ايه؟ الحية. يقول لك مش دي الحية اللي كسرت آدم وموتته في الأرض بأطراب؟ هو ده اللي هي ايه؟ هيرجع آدم تاني. منظر جميل يا اخواتي. العهد القديم مليان بس اللي يفتش. عارفين العهد القديم ده عامل زي ايه؟ زي واحد مصور صوره زمان، لا يمكن ما عرفوش الكلام ده لما كان عندنا كاميرات، ويجيب ايه؟ النيجاتيف. النيجاتيف تبص تلاقي الصوره بالايه؟ بالمقلوب وابيض واسود ومش واضحه مزغلله. لكن لما يجي المسيح ويبينها ها تبان الصوره الحقيقيه. تيجي بقى الصوره بقى الملونه الواضحه، ايه ده ومين ده وحواء ايه والفردوس ايه واللي في وسط الشجره ايه. منظر رابع تكوين 4:15 يقول لك قايين لما قام على اخوه هابيل وقتله، قايين ارتعب كان عايز ينهي حياته. ربنا قال له لا، هحط فيك ايه؟ علامه. انا كنت يعني زمان اقول ايه العلامه دي؟ ايه العلامه اللي اتحطت دي في قايين علشان الناس ما تقتلوش يعني؟ عارفين ايه العلامه دي يا اخواتي؟ علامه الصليب. يعني ايه علامه الصليب؟ بس دي علامة اللي اعطاها ربنا لقايين. مين الخاطئ؟ بص يا جماعة، زي ما قلت في الاول، الكتاب المقدس والعهد القديم كل الشخصيات فيه ترمز للمسيح، حتى الخطاة ادى علامة معينة حتى الخطاة عشان نفهم. قايين خاطئ يستاهل ايه؟ الموت. واحنا ايه؟ خاطئين زي قايين نستاهل ايه؟ الموت. ايه اللي ما يخلناش نموت؟ العلامة الصليب. برافو عليكم، علامة الصليب. يقول في المزمور أعطى للذين يتقونه علامة. فضل المزمور ده، إيه العلامة دي؟ تملي أنا لما أجي كده عند تفسير معين إحنا بنفسره في مناه بعد العهد الجديد، يقول لك قول لك كده، هات واحد كده يهودي وقول له أعطى للذين يتقونه علامة. إيه العلامة دي؟ إحنا نفهمها، إحنا نفهمها، إحنا عرفناها. خد عندك تاني نجاة دي، أنتوا عارفينها مع بعض. ها سفر التكوين 15، لما الخطيه كترت على الارض ربنا نزل طوفان نوح الانسان البار. شوف مره بار مره خاطي كل حاجه. اولادك يا رب هتسيبهم البار يهلك كده مع القسيم؟ يقول لك لا، نعمل لهم وسيله. ايه الوسيله دي؟ وسيله فلك. يقول له طب اعمل يا نوح فلك. ايه مقاساتها يا رب؟ يقول له اوعى تزود ولا تنقص على المقاس اللي اقوله لك ده. ها 300 دراع طول، ها 50 دراع، خلي بالك عرض 30 دراع، ها سمك. ويقول له اعمل فيها ايه؟ مالوش باب. قال له ايه؟ فتحه من الجنب، فتحه في الجنب. يقول له ايه القديس اغسطينوس؟ لكن النسب دي هي نسب الانسان الكامل، طول في عرض في ارتفاع. تخيل انتوا الفلك ماشيه كده اهي فلك. شفت مره على الفيسبوك حد كان منزل حاجه زي الفلك، منظر الفلك بس صليب، وناس عجبني اول منظر ده وناس واقفه عليه. هو ده اللي ايه؟ اللي يحمينا. ويقول له ايه؟ في الجنب فتحه. ايه الفتحه دي؟ تخش منها تبقى سليم وتخرج منها تبقى ايه؟ سليم. يا سلام، يا سلام اللي حاطط صليب على باب بيته. يا سلام اللي في باب اللي في بيته كل اوضه كده حاطط فيها صليب، وعلى سرير ولاده كل سرير حاطط عليه صليب. بس ده بيدينا ايه؟ طمانينه. احنا كده عارفين كده، طمانينه كده. ويقول له في تكوين 6، يقول له في دي 6 نقط. ويقول له في تكوين 9:13 ربنا بعد ما نزل الطوفان ربنا عمل عهد مع نوح، قال له هعمل لك ايه؟
جزء قزح. قال لنوح ايه؟ علامة سلام بيني وبينك. طب ايه علامة السلام دي يا رب؟ قال لك علامة السلام دي النهاردة بقت ايه؟ بقت الصليب. المسيح في أفسس يقول كده بكتيس بولس، المسيح صنع سلام مع الله صانعا الصلح بدم صليبه. خد السلام دي، ما انت لما تحب تفسر كتاب مقدس، كتاب مقدس يفسر نفسه. خد السلام دي وطلع ايه الآيات على السلام، هتلاقي بتاعت نوح عهد سلام قوس قزح. الصليب علامة الصلح بيننا وبين ربنا، رمز وإشارة. علشان كده في قداسين ما بنقولش فيهم صلاة الصلح. قداس ايه؟ خميس العاد. وقداس ايه؟ أبو غلامسيس. ليه؟ لأن لسه ما فيش صلح. هو طبعا فيه، بس عشان الكنيسة تفهمنا ايه فكرة الصلح. ما فيش صلح، الصليب صلح. لما تخاصم حد افتكر الصليب، لما يجي واحد يزعلك افتكر المسيح قال لنا ما بقاش في زعل. ده يا راجل الارضين مع السمين الصالح، مش هتصالح مع اخوك. في سفر التكوين 9 يقول ان نوح شرب خمر وسكر، 7 نقط في التكوين. احنا ما اتحركناش من التكوين، ما تقلقوش، لما تتعبوا قولوا لي. في سفر التكوين 9 يقول نوح شرب خمر وسكر واتعرى. لما اتعرى ابنه حام قاعد ايه؟ ينظر عليه وايه؟ ها؟ وايه؟ ويستهزأ بيه. انا عايز الكلمه دي، يستهزأ بيه. ها؟ يستهزأ بيه. جه مين؟ سام ويافس، عملوا ايه؟ غطوه، سطروه، بس غطوه من غير ما يبصوا له. دي مش قصه صليب، دي مش قصه صليب. كل شخص في الكتاب المقدس يرمز للصليب يا اخواتي، كل شخص. ربنا يسوع المسيح في البستان كان في كاس امامه. ايه يا رب الكاس ده؟ قال ده كاس الخطايا. اول ما المسيح شرب الكاس حصل له ايه؟ ها؟ اتعرى. مش قال له ان شئت ان تعبر عني هذه الكاس؟ مش قال له كده؟ ليه؟ الكاس ده كان فيه ايه؟ خطايا. عشان كده احنا الكاس ده نحط فيه خل مر. مر. الخطية مرة. ان شئت ان تعبر عني هذه الكاس، لكن ايه؟ ما ينفعش. انك انت هو اللي هتشيل الكاس ده. اول ما شرب الكاس بتاع الخطية حصل له ايه؟ اتعرى زي مين؟ زي نوح. المسيح لما اتصلب على الصليب، قلت يمكن المعلومة دي قبل كده، اتعرى بالكامل. علشان كده استهزأوا بيه، استهزأوا بأعضائه. كل من لا يؤمن بالمسيح هو مين؟ هو حام. وكل من يستر المسيح، يعني ايه يستر؟ يعني نستر المسيح ازاي؟ إذا كان المسيح اتعرى عشاننا، نستر إن احنا نؤمن بالصليب، نؤمن بدم المسيح. لما المسيح حمل خطايانا اتعرى. للأسف لحد النهارده في ناس حام، للأسف الواحد بيبكي بيزعل. ارجع لإنجيل القديس متى يقول لك إيه؟ وبدأوا الجميع الناظرين يستهزئوا. الكلام الكتاب المقدس كل كلمة رجعها لأصلها، يستهزئوا إيه؟ بنفس الكلمة اللي اتقالت على حام وكنعان. علشان كده ربنا آسف نوح لعن مين؟ حام وابنه كنعان، لعنه. في تكوين 22 في سبح إسحاق، مش هخش فيها كتير، إنها اتكلمنا فيها امبارح بالظبط. صليب، حطب المحرقة، وإبراهيم آسف ربنا يسوع المسيح شرحها لما قال اليهود إيه؟ أبوكم إبراهيم رأى يومي ففرح. صورة بديعة أيضا في سفر التكوين 28. أبونا يعقوب كان هربان من أخوه عيسو. صورة جميلة جدا عارفينها، بس يمكن ما بنحطهاش مع الصليب. يقول لك إن أبونا يعقوب كان هربان، وهربان نام، تعب، شاف إيه؟ حلم رؤية، شاف سلم خشب كده طويل. منين لفين؟ من السماء للأرض، لأن السماء للصلحت، من السماء للأرض. الملائكة طلعوا ونازل عليه. إيه السلم ده يا أخوي؟ ده الصليب. تعالوا كده هقول لكم حاجة خدت بالي منها. المسيح لو كل مجد لما كان بيتكلم مع نسنائيل قال له هذا، ها، إسرائيلي حقا لا يغش فيه. إسرائيلي يعني مين؟ يعقوب. إسرائيلي يعني يعقوب. هذا يعقوبي، يعقوب، هذا يعقوب لا يغش فيه. طب اشمعنى احنا يعني المسيح قال دي بعد الآية دي على طول؟ يقول لك ايه من غير اي سبب كده؟ المسيح نفسه بيفسر نفسه، يقول ايه؟ من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يطلعون وينزلون عليها.
ده المسيح نفسه اللي فسرها. يعني يا رب انت بتقول لنسنائيل هذا فري هذا يهودي هذا اسرائيلي لغش فيه، ايه اللي جابه؟ دي كانت بدايه خدمتك يا رب مع يوحنا في اول اصحاحات. ايه اللي جاب من الان ترون؟ قالك سنة اول ما جبت سيره اسرائيل يعقوب افتكرت الحلم اللي حلمه مين؟ يعقوب. والسبب السلم ده كان ايه؟ كان الصليب اللي طلعنا. الصليب مفتاح الفردوس. جنب اخر بديع جدا يا اخواتي، يوسف الصديق. يوسف ابن مدلل محبوب لجده ابوه، يوسف ابن مدلل محبوب جدا لابوه. ابوه بعته عشان يفتقد سلامه اخواته. خلي بالك، ابوه بعته ليفتقد سلامه اخواته. اخواته عملوا في ايه؟ حسدوه وباعوه وحطوه في الجب. خلي بالك من ثلاث كلمات. والرابع الفعل الرابع قعدوا ياكلوا. الكلام المقدس قعدوا ياكلوا ايه يعني؟ ايه تهمنا قعدوا ياكلوا دي؟ ايه تهمنا دي يعني؟ لا، الكلام المقدس بيحكي مش بيحكي حواديت يا اخواتي، لا بيحكي رموز. حسدوه، كتبوا الفلسطين حسدوه، باعوه بثلاثين من الفضه، حطوه في الجب. الجب ده ايه؟ صليب موت. وقعدوا ياكلوا. يوسف خرج من الجب ياما وبقى هو ملك ايه؟ مصر. في حاجه كمان جميله جدا، لما بقى ملك مصر فرعون يسميه ايه؟ ها، صفنات ايه؟ فحنيح. يعني ايه صفنات فحنيح دي؟ ايه يا عم ده؟ يعني ايه؟ عارفين يعني ايه معناها؟ خبز الحياه. خبز الحياه، قصه مجسمه للصليب. قصه مجسمه للصليب. المسيح ابوه ارسل ابنه ليفتقد سلامه اخواته. لما جه المسيح اليهود حسدوه، باعوه بالفضه، باعوه الامم، باعوه للامم للرومان، وفي الاخر ايه؟ وضع على الصليب في الجب. قديس يوحنا يقول ايه جميله جدا اثناء الصليب. يقول المسيح كان في بعد ما المسيح مات، المسيح كان في القبر وهم بيذبحوا خروف الفصح وياكلوا. يعني نفس الفكره ونفس المنظر، يوسف في الجب والمسيح على الصليب او في القبر في الجب، وبعدين ايه؟ بياكلوا. ولما المسيح قام من بين الاموات بقى هو ايه؟ خبز الحياه. منظر اخر لا تمل يا اخواتي. معلش معلش، لكن الكتاب المقدس يشبه ملكوت السماوات كاتب متعلم يخرج بايه؟ من جنسيه ايه؟ جدد المعتقاء. ندور ونفتش في تفسير التكوين 48 او في قصه 48. ابونا يعقوب دي قالها يمكن الدكتور ماهر، مش هنقولها بسرعه. ابونا يعقوب جه يبارك اولاد يوسف، افرايم ومنسى، منسى الكبير افرايم الصغير. يقول لك ايه؟ جه يوسف عارف، يعني شوف المنظر، هو واقف كده جاب الكبير منسى والصغير افرايم، يحط كده، راح حط كده، قال لك ده صليب. لا شوف بقى الاجمل، الاجمل يقول لك انه حط ايده الشمال على الصغير، يعني الشمال اللي هو على اهو ده الشمال اهو، ده المين؟ ده الصغير اهو، بقى اليمين على ايه؟ على الشمال. ليه؟ علشان ده يرد الى الجنب الايه؟ اليمين. واحنا كنا الخطاة، احنا الصغيرين، ردنا من الجنب الشمال الى الجنب ايه؟ الجنب اليمين. مش ده صليب برضه ولا ده ايه؟ البركه اخذناها احنا اللي على الجنب الشمال، احنا اللي اخذنا البركه. الامم ان كان على الشمال ولكن بسبب الصليب بقينا في التدبير الايه؟ في التدبير اليميني. الصليب يا اخواتي هو البركه. يا سلام يا سلام لما نعلم ولادنا قبل ما ناكل نرشم الصليب، قبل ما نعمل اي حاجه لما تجينا بركه نرشم الصليب. بركه، دي بركه. صليب بركه، صليب يزود يكتر. في كنيستنا ابونا ما تشوفوش الا ماسك الصليب بيبارك في كل الاسرار، بركه الصليب في القداس. شوف كم مره ابونا يقول لك هو القداس ده كلام متعاد؟ مش متعاد. شوف كم مره نقول اريني باصي، اريني باصي. ليه؟ عشان بركه، بركه وسلام. البركه دي بركه. الصليب يا اخواتي يعطي بركه. في سفر الخروج ايضا، احنا كده خلصنا سفر التكوين. طيب تعبتوا؟ تعبتوا؟ طيب هقول سفر الخروج في حاجتين ونخلص. في سفر الخروج كله صليب، كله صليب. بعدين احكي لكم بقى حكايتين كده ايه عشان كده ايه نفك الموضوع عشان نخش على الصلاة. سفر الخروج كله صليب، كله صليب، كله ذبايح. شعب اسرائيل وهو خارج من ارض مصر مشي مسيرة 3 ايام، لقوا عين مية، جه يشرب منها، لقوا المية ايه؟ مرة. ايه يا موسى ده؟ بس موسى فهم،
هتعمل ايه؟ جاب خشبة وراح رماها فين؟ في المية. المية بقى ايه؟ احلوت. اللي حياته مرة ياخد الصليب، اللي حياته تجارب ياخد الصليب. صدقوني الصليب بيخليك، واذا كان منظره مؤلم النهاردة ولكنه مفرح جدا ويبارك جدا وفيه كل سلام وكل طمأنينة. يقول كده قديس بولس: اذا كنا نتألم معه فنتمجد ايضا معه. منظر اخر في خروج 17، اخر حاجة هقولها بعدين احكي لكم قصتين على قوة الصليب، قصص كده. موسى قال للشيوخ: انتخبوا رجال وحاربوا المعاليق. طب هتعمل ايه يا موسى؟ قال انا هقف كده فوق التل عشان اتفرج. هقف فوق ايه؟ فوق الجبل عشان اتفرج كده. وقف موسى بيبص لقى الاسرائيليين عمالين ايه؟ يتهزموا. بدأ يصلي. عمل ايه؟ رفع ايده. رفع ايده صليب. اول ما يرفع ايده الاسرائيليين ينتصر. الراجل تعب. انا لما برفع ايدي شوية في القداس ما بقدرش بنزلها بصراحة. مش هجيب شمسين يمسكوا لي ايدي يعني. مش هينفع يعني. فالراجل تعب. قال ده كبير، ده كان 100 وحاجة. فطب بعدين هنعمل ايه؟ جاب مين؟ هارون ها ويشوع. هارون ويشوع. وحور انا يعني انا قريتها هارون ويشوع. يبقى حور. اخطيت. الاثنين ماسكينه من ايدين الاثنين. يبقى ده منظر ايه؟ منظر الصليب. ده منظر الصليب. رافع ايده صليب. يقول لك في آية جميلة جدا أنا فهمتها لما حضرت الموضوع ده. يقول إيه؟ هوذا اليد على كرسي الرب، للرب حرب على معاليق من دور إلى دور. يعني يقول لك هوذا اليد على كرسي الرب. طب إيه اللي جاب الكرسي هنا؟ الكرسي هنا رمز لمين؟ للملك. وربنا ملك على إيه؟ على خشبة. إيه اللي خلى ربنا يملك؟ اللي خلى المسيح يملك انه ابن الحبيب. ليه؟ لانه علق على خشبه. ايه اللي يخلينا احنا نملك؟ الصليب. بدون صليب يا اخواتي مش ممكن يبقى فيه ابدا فردوس. بدون ما تملك الصليب مش ممكن ابدا يبقى فيه فردوس. علشان كده الصليب تملكه في قلبك يوصلك للفردوس. الصليب لو فيه اي فكر خاطئ ارشم الصليب. شوفوا انا هقول لكم كام حاجه كده على الصليب بسرعه، علشان انا عايز النهارده سنه 2016 دي من اول كده السنه دي كل واحد فينا ياخد الصليب في حياته، مش مجرد زينه، مش مجرد نلبسه، لا لا لا، في قلبك. ابونا عبد المسيح الحبشي يقول لك ايه؟ يقول لك كان عامل مغاره، ويمكن الحكايه دي حكاها البابا شنودة الله يرحمه نفسه، لان كان مغاره ابونا انطونيوس السورياني جنب ابونا عبد المسيح الحبشي. فبعد ما عملوا المغاره قال له بقى ابونا انطونيوس، بيقول له عايزين نعمل لها باب. قال له لا، باب ليه؟ قال له باب في صحراء مفيش حد يعني، سحالي تعابين حاجه تخش لك. قال له لا لا، هتعمل ايه؟ قال له بسيط. عمل ايه؟ جاب خشبه كده وخشبه كده خلاص. يقول لك الاباء القديسين لما كانوا يناموا في الصحراء يعمل صلبان 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 صلبان. ايه يا ابونا ده؟ اكو نام. ايه قلبي مطمن. ايه اللي يوم يلبس لي ايه؟ تعابين والسحالة وده مفيش حاجه دخلت. نفتكر الحته دي من ايه؟ من موت الابكار. ها ودي برضو بس احنا عايزين نمشي. ها القامه الواحد مفيش حاجه تخش، مفيش حاجه تخش. يا حبيبي ارشم الصليب وكلك ايمان بس من غير تجربه. كل يعني من غير ما تقرب ربنا. يعني انت النهارده خايف من حاجه، انا عمال اقول للناس اللي عندهم بزانس في اماكن خطيره، اول حاجه تعملها ارشم علامه الصليب. اول ما ابني بدا يتعلم سواقه قلت له بص، هو كان فاكر اقول له بقى خلي بالك وسوق على مهلك بص، اول ما تحط رجلك على العربيه ارشم الصليب وارشم الدركسيون. تحس بامان، تحس بامان. امان يا اخواتي امان. كان في واحد انا اثق في حكاياته قوي يعني. يقول لي يا ابونا، كنت قبل ما ابقى قسيس يعني، يقول لي يا فلان، كان بيحكي
في نفس الموقف يعني بعد ما طلع من الموضوع ده يقول لي كنت في الجيش. الكلام ده كان سنة في أول الثمانينات، وكان في حتة جنب دي الأم منطوني اسمها الكريمات، لو حد يفتكر الكلام ده. الكريمات دي منطقة صعبة شوي، وزمان في الثمانينات المكان ده ما كانش فيه عربيات تروح وتيجي كتير، ما كانش فيه أي مواصلات، يعني ما كانش فيه أي عربيات عمومية تروح المكان ده. فعشان ينزل أجازة كان ينزل من النقطة على الأسفلت، وهو بقى وحظه بقى كل بقى مثلا ساعة تعدي عربية شاور لها إذا وقفت مفيش تمشي ويستنى. وجي فترة ما كانش عارف ياخد أجازات فترة طويلة، واللي دخل الجيش زي حالي كده عارف إن الحموم هناك بيبقى صعب شوية، مية قليلة جدا. فبيقول أنا نفسيتي تعبت جدا. فالراجل المسؤول على الأجازات لقى كده فقال له بص أنا ممكن أعمل لك خدمة. قال له إيه؟ قال له هديك 24 ساعة، إذا تأخرت دي عن 24 ساعة أنت بقى حر بقى نخش دخلك السجن. طيب ماشي. قال له ماشي بقى 24 ساعة تقدر؟ قال له في القاهرة. قال لك ده أنا علشان أروح النقطة دي وقف عربية 6 7 ساعات 8 ساعات ما أعرفش. بيقول لك وقفت أول عربية تش تمشي تش تمشي تش تمشي. جات له في باله في فكرة. قال لك من كلمنا كده حد كان بيقول على الصليب، ما الصليب 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 ما نزلش من الصليب. راح على الارض كده راح عامل الصليب كده بيقول لي صدقني اول عربيه وانا واقف عند العلامه اللي انا عملتها كده بايه بالخيال كده اول ما رشم الصليب وهو واقف شاور على العربيه يقول لي العربيه جت كما لو كان في حاجه وقفتها قبل العلامه ما انا رشمتها وقفت. شوف بقى الاغرب لك. فبصيت على الكابينة عربية نقل، فبصيت على الكابينة لقيت السواق وجنبه ثلاثة وال من ورا محملة. فقال له اسف 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 اتفضل اتفضل انا اسف. قال له اسف ليه؟ اركب اركب. قال له اركب ايه ده انت مليان. قال له روح يا ابني فين ده انت يا ابني فين وفين لما تجيلك عربية تاني اركب اركب هنشيل بعض هنشيل بعض. شوف الصليب ده الصليب يا اخواتي. صدقوني انا لو عندي وقت والراجل بيقول لك انت لو عندنا وقت احنا مش هنخلص. خلوا الصليب في حياتكم، خلوا الصليب في حياتكم. الصليب اللي مريض النهاردة وجاي تعبان وعنده ألم وكلنا عندنا ألام وكلنا تعبانين ومرضى، الصليب بيعزي، الصليب هيعزيك بس اؤمن بيه هيديك قوة هيديك تعزية. مين اللي قوى المسيح النهاردة؟ بناسوته لم يقوى، لاهوته قوي، ناسوته بالصليب. لأن علامة الانتصار دي هي اللي هتدخل كل الجنس البشري الفردوس. انا حبيت بس النهارده افهمكم ان الصليب ده مش حاجه كده جديده احنا واخدينها، لا دي حاجه فكر الله. الله عاوز ان احنا نعبد المسيح المصلوب على الصليب. علشان كده الصليب النهارده اتمنى ان كنتوا تملي باستمرار تاخذوه للنصره وللفرح وللتعزيه، لان كل مجد دائم الى الابد امين.